نستعرض كده نتائج الجوله الثالثه وبعدين نشوف الاهداف اللي حصلت في المجموعه. بايونيرز وبلديه المحله 1-1، الزرقاء والاولمبي 1-1، حرس الحدود كسب صيد المحله 2-1، كفر الشيخ فاز على المجد السكندري 1-0، المنصوره كسب الرجاء 1-0، المصري بالسلوم فاز على ابو قير الاسمده 1-0، دمنهور وديكيرنس 1-1، سبورتنج والحمام 0-0. خلينا نشوف الاهداف. نبدا اول مباراه كده، مباراه المصري بالسلوم مع ابو قير الاسمده. المصري بالسلوم لابس التيشيرت الابيض وابو قير الاسمده التيشيرت البرتقالي. ده الملعب ده فين يا استاذ احمد؟ ملعب حلو، ملعب المدينه الشبيه في ابو قير. والله بس ده فريق المصري بالسلوم هو والله بيلعبوا هناك. المصري بالسلوم بيلعب على برج العرب الفرعي. برج العرب؟ لا مش برج العرب الفرعي ده، لا يا نجم، المجد على البرج العرب، المصري على المدينه الشبيه. مدينه الشبيه لا ده برج العرب الفرعي بس رقم 2. ده ملعب برج العرب. لا ده المجد، ده غير الماتش اللي فات. ده المجد. دي مباراة المجد مع كفر الشيخ، 1-0 لصالح كفر الشيخ بهدف صلاح خطاب. دي مباراة المجد السكندري مع كفر الشيخ وفوز كفر الشيخ 1-0 بهدف صلاح خطاب. المباراة اللي فاتت كان المجد بقى بيلعب، ده البرج العربي، ده برج العرب الفرعي صح، عشان انا مركز ان ده البرج العرب الفرعي صح، لان المصري بالسلوم بيلعب على استاد الجامعة. دي مباراة بلدية المحلة وبايونيرز. بايونيرز الهدف الاول للبلديه رضا عبد العال. برضو بشكر المسؤولين بصراحه في الانديه، تصوير حلو قوي. حسام نور حاجه جميله بصراحه في بلديه المحله، بيبعت المباراه ديت اول واحد يبعت لي هو. وده هدف التعادل لفريق بايونيرز. ضربه جزاء حسام باولو، دي ضربه جزاء الخطير حسام باولو. بايونيرز لابس التيشيرت الاخضر طبعا، والبلديه بالتيشيرت الشهير الابيض مخطط احمر. حسام باولو اللاعب المهاجم طبعا المميز جدا. اتعادل لبايونيرز. خلي بالك بايونيرز ثلاث اخوات ماسكين بايونيرز، مصطفى مرعي ايوه، وسيد مرعي، وسيد مرعي وحسام مرعي. بايونيرز بيلعب على ملعب شربين. دي ملعب شربين، ملعب حلو برضه. ملعب شربين، ملعب شربين كويس. مباراة صيد المحلة وحرس الحدود. صيد المحلة وحرس الحدود، ده الهدف الأول لحرس الحدود عن طريق مصطفى أمين. حرس الحدود بالتيشيرت الأحمر وصيد المحلة بالتيشيرت الأبيض على ملعب البلدية برضه. والله ملعب بلديه المحله، ده صيد المحله بيلعب على ملعب البلديه، على ملعب بلديه. ده هدف سعيد مراد طبعا، سعيد مراد اللاعب الشهير كان بيلعب في النادي المصري، ده من الهدافين في نادي الصيد. ضربه جزاء محمد الحليبي رئيس نادي صيد المحله كان طالب بضربه جزاء له. ده الهدف الثاني لحرس الحدود. حرس الحدود شايف الاوتات والحاجات دي بيبقى ليها تاثير كبير. ضربه جزاء، دي ضربه الجزاء اللي هي كان عليها اعتراض لنادي صيد المحله. دي ضربه جزاء لحرس الحدود اعترض عليها صيد المحله. صيد المحله هيخش غريب ياسر لاعب حرس الحدود ويجيب الجول الثاني. وحرس الحرس الحدود وتوقعت تاني طبعا كسب 2-1 ان حرس الحدود يكسب. ان كابتن محمد حليم. دي مباراه الزرقاء والاولمبي 1-1. الاولمبي تقدم، الاولمبي لابس احمر ايوه، تقدم بهدف محمد الدغيني. الدغيني ضربه راسيه في ملعب الزرقاء الجميل بقى. والله ملعب حلو، حاج سمير موسى، سمير موسى بقى بصراحه ملعب حلو قوي في الزرقاء. وبعدين هدف التعادل للزرقاء حسام بركات. كرة فيها خطأ من حارس المرمى بتاع الأولمبي، حسام بركات اتعادل. بس حارس الأولمبي لابس تيشيرت قريب من تيشيرت الزرقاء. وعلى فكرة خمس ست أندية خدت عقوبات نتيجة إيه؟ عدم تشابه اللبس. دي مباراة دي كيرنس مع دمنهور سيرجي فالو. دي كيرنس تقدم 1-0
بهدف سيرجي فالو، ده لعيب افريقي ولعب في اكتر من نادي في ديكيرنس. في ديكيرنس. وبعدين هدف دمنهور اسلام زكريا. عندهم انتخابات مجلس اداره مشتعله جدا. ده هدف التعادل لدمنهور اسلام زكريا، والمباراه انتهت 1-1.